مداخلات عديدة ومحاضرات في عدة اختصاصات طبية تم إلقاؤها من قبل أطباء وجراحين لفائدة السلك الطبي وشبه الطبي ببرج بعريريج بمناسبة احتضان المؤتمر الوطني 15 للتكوين الطبي المتواصل. هي فرصة لتفتح باب التكوين وكسب معارف جديدة في عالم الطب من خلال محاضرات سوف تقدم لعدة أساتذة في عالم الطب. هي مناسبة أيضا لنا باش نبرز ما هي المكتسبات تاع قطاع الصحة على مستوى ولاية برج بعريريج. هذا المؤتمر راح يفيد بيان سور جميع السلك الطبي والشبه الطبي لأنه راح يتناغلوا فيه الفراشات اليوم الغد عدة يعني أمور طبية وعلمية، دونك راح يكون بيان سور يعني بينيفيك لجميع السلك الطبي. أكثر من 30 أساتذة رؤساء مصالح جاوا من الجزائر العاصمة باش يديروا التكوين المتواصل لأطباء نتاع هذه الولاية المجاهدة والتاريخية. الملتقى الطبي تخللت عدة عمليات جراحية تطوعية أشرف عليها الطاقم الطبي مختص في جراحة العظام تابع للمؤسسة الاستشفائية لبن عكنون، وذلك لفائدة المرضى المعوزين بولاية برج بعريريج. لي مالاد هادو راح يستفادوا ان شاء الله من عمليات، العمليات هذه تعتبر من كيما نقولوها عمليات اللي المريض تكلفوا ثمن باهظ، يعني ما مش اي مريض يقدر يديرها اتيتر اكسترن، دونك هذا هو الانتيغي تاعنا. اون بلوس دو سا سو سون دي مالاد يعني اللي كيحطوا لي دوسي تاعهم يستناو مده طويله بزاف بزاف. المستفيدون من هذه العمليه استحسنوا المبادره على امل تعميمها لتشمل اختصاصات اخرى. الخدمة يعني تقديم الخدمة ما شاء الله إن شاء الله لكل عاملين على هذا القطاع ما شاء الله، وجرت العملية اليوم إن شاء الله في ظروف جيدة الحمد لله، ما حسيتش أبدا الحمد لله، ذكرني بخير لباس. المؤتمر الوطني للتكوين الطبي المتواصل في طبعته 15 كان فرصة لإثراء المعارف واكتساب الخبرات من خلال الاحتكاك بأطباء أكفاء في عدة اختصاصات، إضافة إلى استفادة مرضى برج بعريريج من عملية جراحية طال انتظارها.